مرحبا أعزائي المتابعين، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي Everything هبة. اللي يشوفني أول مرة لا ينسى اللايك والاشتراك والمشاركة وتفعيل الجرس على مود يصلكم كل شيء جديد. فيديونا هذا اليوم راح يكون عن تكيس المبايض عند النساء. تعاني كثيرات من بطانة الرحم المهاجرة، ما يؤدي إلى تكيس أو تكون أكياس دموية صغيرة تعرف بتكيس الرحم. قال الدكتور استشاري الأمراض النساء والتوليد إن تكيس الرحم ما هو إلا أحد صور أنسجة البطانة المهاجرة التي تنغرس فيه، موضحا إنها تتسبب في ظهور بعض الأعراض على المريضة، تتمثل في ألم شديد في منطقة الحوض، نزيف دموي حاد أثناء الدورة الشهرية وأحيانا عدم انتظامها، تضخم في منطقة الرحم وألم وضغط ألم وضغط في منطقة الرحم. أشار استشاري الأمراض النساء والتوليد إن هناك أسباب تتعلق بوجود تكيس الرحم، وأهمها غرز أنسجة البطانة المهاجرة في الرحم، وفي أغلب الحالات تكون الأسباب وراثية، ولكن ليس من الضروري أن تكون وراثية في بعض الأحيان. أضاف الدكتور إن تكيس الرحم يتسبب في وجود عوامل خطر، فممكن أن تكون سبب لعدم وجود حمل مسبقا، ووجود بعض المشكلات في الرحم، زيادة فرصة الإصابة بالمرض في حالة إذا كان هناك تاريخ مرضي للعائلة، بداية الدورة الشهرية في سن مبكرة. أكد استشاري أمراض النساء والتوليد إن تكيس الرحم لا يشترط أو يتكون في سن معين، لكنه يؤثر على الحمل وانتظام الدورة الشهرية، مضيفا إلى أن التشخيص يتم من خلال السونار أو إجراء تحليل دم والاعتماد على شكوى أو آلام تعاني منها المريضة، أو عن طريق إجراء المنظار بالتشخيص الدقيق. تابع الدكتور إن العلاج يتم من خلال الأدوية في السن المبكرة والعمل على تنظيم الدورة الشهرية، أما في الحالات المتقدمة يتم العلاج من خلال تدخل جراحي. ففي حالة كانت المرأة في سن تجاوز 50 يكون العلاج هو استئصال الرحم نهائيا. هذا ما كان من فيديونا هذا اليوم. ربي يبعد عنا الأمراض وربي شافي كل مريض، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومع ألف سلامة.